السلام عليكم، انا اخوكم محمد ناجي، راح اكون معكم في كورس جديد. وزي ما انتم شايفين انا فاتح برنامج الفوتوشوب، والكورس راح يكون عبارة عن تصميم مواقع باستخدام الفوتوشوب، لكن هالمرة راح يكون تصميم ملتي بيج ويب سايت. زي ما انتم شايفين في الصورة في عندي نوعين من المواقع، في عندي وان بيج وفي عندي ملتي بيج. طيب اللي متابعين معي راح يحكوا لي انت محمد عملت كورس قبل هيك، بحكي لهم صحيح. وللي ما شاف الكورس راح يلاقي اللينك في الديسكريبشن تحت هذا الفيديو، هذا هو عملنا مع بعض هنا وان بيج ويب سايت، تمام؟ راح تلاقوا لينك الكورس هذا في الديسكريبشن. طيب شو الفرق بين الكورس الاول والكورس هذا؟ في الكورس الاول انا بديت من الصفر، في الكورس هذا انا برضو راح احكي شويه اساسيات، لكن راح يكون شويه ادفانس. وزي ما قلت في الاول راح يكون ملتي بيج ويب سايت. طيب راح احكي عن موضوع الوان بيج والمالتي بيج في فيديو منفصل، ايش الفرق بينهم ومين الافضل ومين الأسوأ، ومتى استخدم الوان بيج ومتى استخدم المالتي بيج، وكلام هذا كتير راح يكون في فيديو منفصل. طيب في الكورس هذا بس احنا حنصمم، يعني بس حنصمم الموقع وخلاص اطلاقا؟ لا، شوفوا في الكورس هذا ايش راح اعمل. راح اكون معكم كانه انا واحد طلب مني تصميم، راح نعرف مع بعض كيف بدي اشتغل، كيف بدي اجيب الفكره، من وين انا يعني كيف ابدا اصمم للزبون هذا، كيف ابدا ارسم الموقع، يعني ارسمه على ورق، كيف اتخيله، من وين اجيب مواقع لاخذ منها شبيه، كل الشغلات اللي من تحت الصفر، انه من اول ما يجي يحكي لي بدي موقع لعند ما اورجيه الموقع جاهز. راح نحكي كمان عن افضل مواقع للصور، وافضل مواقع للخطوط، وافضل مواقع للالوان، وشغلات تانية كتير. طيب ايش الموقع اللي احنا راح نصممه في الكورس هذا؟ راح نصمم هذا الموقع BSD Limelight، هو ملتي بيج، ومالتي بيج. خلوني اعمل انا زوم. هذه هي الصفحة الرئيسية، هاي صفحة البلوج، رجعت على الرئيسية عفوا. هاي صفحة البلوج، وهنا صفحة السنجل، انه لما يدوس على خبر يجيب الشكل هذا. وهنا صفحة الاباوت، وهي صفحة الايكون هنا، وهذا السنجل لما يدوس على واحد من الايكون اللي هنا. وبس انه هذا هو التصميم اللي راح نعمله، لكن هذا هو راح يكون التصميم الاول. التصميم الثاني راح يكون مش تقليد، راح يكون تطبيق تاني لموقع نبدأ مع بعض من الصفر، مش راح نقلد أي موقع، راح نبدأ مع بعض موقع ونشوف شو راح يطلع معنا، تمام؟ نرجع هنا، نرجع للرئيسية. وهذا هو الموقع اللي راح نشتغله مع بعض. خليكم تابعين الكورس واعملوا سبسكرايب للقناة، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. شكرا.